بعد ضغوطات أصحاب المحال التجارية في محافظة كربلاء وبقرار اتخذته خلية الأزمة بتقليص حظر التجوال من الساعة 7 إلى 10 مساء تحت شروط ورقابة مشددة للوقاية من خطورة هذا الوباء، بعض الملتزمين بإجراءات السلامة العامة نصبوا أجهزة التعفير والتعقيم في مداخل المولات والمحال الأخرى بغية تقليل الإصابة والحفاظ على سلامة المواطنين. باعتبار رفعوا خلية الأزمة حظر التجوال، المفروض على المواطنين يلتزمون بالوقاية، جفوف وكمامات حتى ما ينصابون، صحته أهم من أي شيء، حفاظاً عليه وعلى أهله، ويلتزمون بالوقاية حتى ما يرجع الحظر بعد، يرجع الحظر تضرر هواي عالم، وإصابات وكثرة وفيات، فعلينا إحنا نلتزم لأن ماكو علاج. عودة الحياة الطبيعية للشارع الكربلائي هو من الضروري، لأن هذا يبث الروح الإيجابية، وبالنتيجة عن دراسات إنه هاي الروح الإيجابية تأثر على جهاز المناعة، 1، 2. النقطة الثانية والأهم أنه مفروض من المواطن بشكل عام سواء الكربلائي أو على مستوى العراق أن يلتزم بالوقاية مثل الكمامة القفازات. حركة البيع والشراء والأسواق كادت أن تكون طبيعية تجاه الوضع الحالي الذي يمر به الواقع الصحي، مع أناس نسبة التزامهم بحظر التجوال دون 60%، مسببين ارتفاعا كبير في نسبة الإصابة وتقليل الوعي لدى البعض. الشرطة المحلية وعلى رأسهم رجال المرور لهم دور كبير في متابعة مدى التزامهم بالوقاية الصحية ومحاسبة المخالفين بغية الشعور بخطورة هذا الفيروس الذي سلب حياة الكثيرين وسط إهمال كبير من حكومة مركزية ومواطن غير مركز. حقيقة ما شفنا أخواننا المواطنين في محافظة كربلاء بالالتزام، الالتزام اللي هو يرتدي الكمامة والجفوف والتعقيم، لأن الوقاية خير من العلاج. طبعا احنا نثني على الخطوة اللي قامت بها الحكومة المحلية بأنه فتحت الحظر التجوال الجزئي بالمحافظة، وهذه طبعا كلش مهمة لغرض أنه تعود الأسواق، تعود الأعمال، ترجع حركة العملة بالمحافظة، هذا الشيء كلش مهم. ولكن احنا ايضا نريد من الناس انه تلتزم اكثر، لانه ايش قد ما راح يقل التزام الناس ايش قد ما راح يزيد الضغط على الكوادر الصحية، الاطباء، المعينين، الممرضين، كلهم اخوتنا، يحتاج انه نوقف بجانبهم، يحتاج انه نفهمهم بانه احنا شاعرين بالمسؤولية تجاههم. تعرفون هواي من الكوادر الصحية فقدت حياتها خلال الفترة السابقة. جزئيا كان أم شاملا يصر المواطن العراقي على عدم الامتثال لقوانين خلية الأزمة للوقاية من فيروس كورونا. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.